كيقولوا الخليفه عندنا هو ليماج ديال الكلوب ديال نادي الحريف كره القدم. المباراه اللي جرينا مع فريق مباراه هي حبيه ولكن مع فريق اللي هو صعد القسم القسم اللي هو تاليف اللي هو اجاكس ديال طنجه شرف لينا ليه لان الناس كيأثروهم في المستوى السي حسن اجنوي من اهم الاخير الاطر الوطنيه زائد رئيس اللي هو رئيس في المستوى الكبير اللي كيفهم في الكره واللي كيموت على الكره وكتعترف بالاستدعاء ديال اننا نجرب مع مباراه في قلب طنجه. الحمد لله كانت مباراه فيها بالنسبه لنا حنا ديال نهايه الموسم ولكن فيها في نفس الوقت نوقفوا على مدى امكانيات اللاعبين اللي غادي يبقاو معنا الموسم المقبل ان شاء الله تعالى. اولا كنشكروا الفريق رحال بهذا الحضور ديالو معنا. احنا كملنا المشوار ديالنا رغم ان البطوله سالت كملنا المشوار باش اللعابه يحافظوا على اللياقه ديالهم لان عطله الصيف غادي تجي طويله بزاف. وهذه المباراه اليوم كانت وكانها مباراه سد يعني مباراه بطوله فاستفدنا بزاف من هذه المباراه هذه وكنشكر الضيوف ديالنا على هذه الرحله اللي عملوا لعندنا وهذه المساهمه ديالهم الرياضيه وشكرا بزاف.